حاله الطقس طبعا احنا ملاحظين سبتمبر ابتدى الجميل في بدايه خلاص 22 سبتمبر ان شاء الله بيبدا فصل الخريف الحبيب طبعاً. الحقيقه طبعاً. احنا في على احر من الجمر انتظارا لفصل الخريف يا عبد الله. فصل الخريف فصل ملهم وجميل لبعض الابراج ولبعض الناس. في ناس تانية بيحصل لها اكتئاب من السماء لما تبقى من اجواء الغيوم بالغيوم الى اخره. لكن انا بفرح جدا في هذا الفصل حقيقة. طيب النهارده خبراء الارصاد بيقولوا انه حيسود طقس رطب حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفقا للبيان الصادر عن الهيئة، من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأيضا في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. بيقولوا كمان أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الغربية، السلوم مطروح بنسبة 30%. يا رب تكون أمطار خير وتحس أنه حتى نسبة الرطوبة خفت شوية، فبدأ صحيح. فعلا نحس بنسائم سبتمبر الجميلة. ونشوف دلوقتي مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة.